نسيت الناس اللي تقتلت على ربطة خبز أول البطيخة يحط لنا إياه، ولا القيادة العامة الفاشلة، القيادة العامة أحمد جبريل وغيره وقراته وأخوي أنا خدم سوريا أكثر منك، جدي أمين صيام أبو علي أحمد جبريل، تذكر هذا الاسم أمين صيام أبو علي صيام، يلي شالك من تحت الموت، يلي لما فتولك الجيش الحر تدبحته تزتيته بالأراضي، تزتيته بالأراضي، أنا حملتكم بالسيارات مشان أنه القتل حرام. أبشادي أبو الهيجة، أنت بتعرف مين وسيم صيام؟ أبشادي أبو الهيجة فادي الصياد، أنت بتعرف مين وسيم صيام؟ وسيم الطيب اللي ما إله ذنب ما وسخ إيديه لا هون ولا هون. لا تفكر إجينا تفكر إنه قاعدين مشان مصارب أوروبا، بس مشان إنه إيدك النجزة ما تطالنا، وهذا قهرة. الناس اللي طلعت على أوروبا أنت مقهور منها لأنها نفتت من إيدك، وتأكد بيوم من الأيام هاي الكتلة اللي بأوروبا كل السوريين والفلسطينيين السوريين من جميع الطوائف اللي هربت منكم من بطشكو بأوروبا، صدقني لتتكتل بيوم من الأيام وأنت تهرب بأختك وأمك وعرضك وشرفك وغيرك وغيراته، لأنه أنت نكلت وعارف حالك وسخ، عار عليك أنت عارف حالك وسخ.